لو قالوا لك لو ما اخترت الغوص والسباحة، ايش الرياضة اللي ممكن تختارها؟ ما عندي الا سباحة وغوص بس. خلينا نفترض جدلا انه ما في، يعني انه خلاص لازم تشوف شيء ثاني، وش تحب الثاني غيرها؟ يا كاراتيه يا تايكوندو، من هذول الاثنين. طيب وانت نجد لو ما رحتي الجودو، لو ما في جودو، وش تختاري الرياضة؟ تايكوندو. كلها نفس ال... رأيت مشاكل انت. لعبة الجودو ذكية. يعني فيها ذكاء. طب سوي لنا حركة ورينا شيء. ما يصلح هنا عشان ما في وسط. لا بس يعني كذا بس اساس نحفز الناس. مثلا في حركة يعني سهلة بس تمسكين. لا. اسحبها طيح بس. طيب ممتاز.